arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, retour au Danemark. Nous sommes en direct avec Silbachir Lhimri, الذي تدور حوله ضجة كبيرة بالدنمارك. سيلبشير أهلا وسهلا. مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات، شكرا على الاستضافة. تفضل. تفضل سيلبشير، شكرا لك وشكرا على ربما راك سمعتي تدخل ديال الناس اللي داروا التيمونياج من جيتك من هذه الحملة المسعورة اللي تبعاك. ما هو خلاصتك في هذا الموضوع؟ ما هي وجهة النظر ديالك في هذا الموضوع بخلاصة؟ الله يخليك. انا سمعت غير مع كامل الاسف ظروفي ما سمحتليش باش نسمع المتدخلين اللي سبقوا. نعم. الاخير، ولكني سمعت المتدخل الاخير. انا كنحييه لانه اعترف بانه ينتمي لمدرسه المهدي. انا كنتمي لمدرسه المهدي بن بركه، ولا زلت وانا عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي عن الخارج، وأنا أنضبط لكل القرارات التي يتخذها الحزب. الحزب الدور موجود في الحكومة ويلعب دور كبير في الدفاع عن القضية الوطنية، ويلعب دور كبير في الدفاع عن السياسة اللي كينهجها الملك، لأنهم هم أعضاء في الحكومة. فبالتالي أنا نولي الموضوع والسؤال ديالك. أعتقد بأن الحملة الشرسة التي أتعرض لها هي في الواقع رد على فضح المخطط رهيب، وأنت شاهد إثبات حول هذا الملف الخطير. أنت بفضلك استضفت فعاليات في الشأن الديني، وبالخصوص أنا كنت أتكلم بصراحة، كنحيي من خلال إذاعة أركونسيال خليل مرون على الموقف ديالو الثابت فيما يخص فضح المؤامرة التي يقودها البشاري، التي يقودها السملالي، التي يقودها عناصر أخرى تسعى للاستفادة من المال الإماراتي. أنا شخصيا انخرطت معك أنت، انخرطت مع خيرين آخرين لكتابة مقالات عديدة فضحت فيها مسلسل المؤامرة الخبيثة. وعندما أقول المؤامرة الخبيثة، أنا متابع لكل ما يجري، وكان آخرها مقال وتغطية صدرت بالأمس من مصر، واللي تبتت هذا المخطط. البشاري ينوه بالتجربة المصرية لتكوين الأئمة، وينسى التجربة المغربية الرائدة لتكوين الأئمة. والبشاري ينضم لتصريح قاله السملالي خلال لقاء مرون مع النعيمي، حيث تبرأ من النموذج المغربي للتدين، تبرأ من السياسة الملكية السامية في تكوين الأئمة، والتي من أجلها أسس معهد محمد السادس لتكوين الأئمة، الذي أصبح مفتوحا على الدول الإفريقية على أوروبا، ويستقبل سنويا أئمة من مختلف الدول الإفريقية، من مختلف الدول الأوروبية، لمحاربة ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب الذي يضرب إفريقيا. فالمغرب ونموذجه في التدين نموذج رائع. البشير، باش نبقاو في فلالين، كما قلت لك وكما قلت الإخوان وكما قلت سابقا، بأننا اتصلنا بالسفارة المغربية عن طريق الميل مع السيدة خديجة الرويسي، لا في لي دوز ادريس، لا الجيميل ولا الياهو، وطلبنا منهم إلا عندهم شي رد يرسلوني ولا يكتبوا لي ولا يتكلموا معي في الهاتف الخاص
مع كل شيء المعلومات صيفتها لهم، مع الأسف الشديد ما كان حتى شيء رد فعل. في رأيك أنت المعني بالأمر، نعم، ما هو سبب، ما اسمح لي، نعم، ما هو سبب هذا الحملة الشرسة، وما علاقة السفيرة في هذا الموضوع؟ أشوف أنا هدي نتكلم معك صراحة. نعم. أنا مؤخرا بعد الانتخابات التي حصلت في الدنمارك وصعود اليسار الحكم، نعم، درت تقرير أكدت فيه فشل السفيرة في تدبير ملف القضية الوطنية، وفشل تواصلها مع هذه الأحزاب التي الآن دخلت الحكومة ولو كمدعمة لحزب السوسيال ديمقراط. السفيرة مع كامل الأسف فشلت في تدبير قضية الصحراء، وأعتقد وفشلت في التواصل لا مع أحزاب اليسار ولا مع الأحزاب التي كانت في الحكومة. وأعتقد بأن التغطية الصحفية والمتعلقة بنتائج الانتخابات في الدنمارك كان لها وقع على نفسية السفيرة، ودفعت أشخاص الذين يوالون بطبيعة الحال للبشاري واللي وعدهم بشراء مقر يكون منصة لنشر مخطط الإمارات لضرب النموذج المغربي للتدين. المشكل هو أن السفيرة مع كامل الأسف هي من وراء شير دماء تهاجمني، ليس فقط أنا، تهاجم مؤسسة الإمام مالك، تهاجم كل الشرفاء، وتتهمهم بأنهم يوالون إيران والشيعيين وينسقون مع أعداء الوحدة الترابية. أنا أتحداهم من خلال هذا المنبر أن يثبتوا ادعاءاتهم، أتحداهم أن ينشروا رسائل موقعة بأسمائهم كما أنا كنشر المقالات الصحفية، وأتحداهم كذلك أن يخرجوا للعالم من خلال مناظرة أجيو أمام مناظرة أمام مغاربة الدنمارك، وبينوا الأدلة ديالكم، وأنا هدين بين الأدلة ديالي. أنا التاريخ راه سجيل لنا ولي بكل المحطات اللي كنت بارز فيها. أنا الوحيد اللي كنت حاضر في الساحة للدفاع عن القضية الوطنية. أنا لدي كتابات. هل العدالة الدنماركية دخلت على الخط؟ نعم، احنا لا انا ولا الاخوات ديالي اللي جات لهم رسائل مجهوله مع كامل الاسف اخذوا ارقامهم من ملفات في السفاره، مع كامل الاسف اخذوا معطيات تتعلق بي من السفاره، وانا انا انا اتهم عنصرين، وقد كتبت رسالة لوزير الخارجية في الموضوع وتوصل بها، كتبت رسالة في الموضوع لوزير العدل لأن عنصر من وزارة العدل متهم بتسريب هذه الرسائل، متهم بكتابة هذه الرسائل. لن أتنازل على عن حقي، أنا سجلت دعوة، كذلك أخواتي التي توصلوا برسائل مجهولة سجلوا دعوة، والشرطة تتابع هذا الملف. ومالي الفوتوشوب اللي بركينتي؟ أعتقد بأن صاحب الفوتوشوب هو عبد الحي السملالي الذي كان سيلقي محاضرة في ملتقى بروكسل للإعلام حول الجريمة الإلكترونية، وهو اللي بعت لي ديك الصورة همني فيها بأنني أنا طردت من العمل بسبب التحرش الجنسي. أنا أتحداهم وأتحدى كل واحد أن يثبت الدليل القاطع، ولكن أنا
لن أسكت عن هذا الجريمة، هذه الاتهامات الرخيصة. هم يريدون إسكات صوتي، والله لن يستطيعوا إسكات صوتي. سأفضحهم، سأفضح السملالي، سأفضح البشاري، سأفضح هؤلاء هذه الخلية اللي كاينة هنا، سأفضح الخلية اللي كاينة في إيسلندا، سأفضح الخلية اللي كاينة في السويد، سأفضحهم، سأواصل معركتي ضد كل من يتآمر على المغرب وبالخصوص مخطط البشاري وأتباعه في أوروبا. لن أهدأ لي بال إلا حتى يأخذوا جزاؤهم وعقابهم. أنا شكرا سي البشير، لن يستطيعوا إسكاتي. شكرا سي البشير. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel Info. Arc-en-Ciel, animation festive.